الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله من الفيديو اللي فات. يلا بينا النهارده هنعملوا بطاطس حلوه قوي قوي قوي، مقرمشه، لونها جميل، دي اللي بناكلوها في المطاعم. يلا بينا نخش ونشوف المكونات والمقادير. دي ممكن تاكليها، يعني البطاطس دي ممكن تعمليها بكذا نكهه انت تحبيها. في الشطه والليمون، في المستردة، ممكن مع الكاتشب، ممكن مع البهارات اللي انا عاملاها دي. يلا بينا نخش ونشوف المكونات والبهارات الحلوه، وهتفضل معاكي مقرمشه وجميله جدا، وحتى بعد ما تبرد مش هتطرى معاكي. يلا بينا نسمي الله ونخش ونشوف الطريقه الجميله بتاعتنا دي هتتعمل ازاي. بسم الله الرحيم. طبعا اي حاجه لازم قبل ما نبتديها لازم نسمي الله. نبدأ بقى ايه في البطاطس الحلوة دي بتاعتنا. بصوا، هو في نوعين بطاطس. نوع البطاطس ده حلو جدا، البطاطس اللي هي بيبقى فيها بطعة حمرة دي، دي بيبقى طعمها حلو جدا. وفي دي قلية، ودي برضو قلية. وفي البطاطس اللي هي المطولة دي، اللي هي بيبقى فيها زي بسور كده، هو دي برضو تحمير، بس اللي دي ليها طعم ودي ليها طعم. انا بنصح بالبطاطس دي، البطاطس دي جميلة جدا جدا، ومبتشربش زيت وبتقرمش، ودي قلية ودي قلية، بس برضو انا بحب البطاطس دي. يلا بينا كده هوت ندخل ونشوف هنعمل ايه. انا حبيت اجيب البطاطس دي برضو لان دي تحمير، دي بتتعمل تحمير وصينية، بس دي في التحمير بصراحة هايلة وخطيرة، وبتبقى مقرمشة ومش بتطرى. دي ممكن تطرى بعد القلية شوية، اما دي لا. فانا بحب احمر البطاطس دي، بتبقى حلوة جدا. يلا بينا بقى كده نقشرها. طبعا البطاطس المحمرة دي مفيش اي بيت يستغنى عنها، جميلة جدا جدا. ابدا اقشرها بقى كده. وحاجه تانية برضو لتخزين البطاطس، اللي انتي ما تخزناش في البلكونه، لا يا ريت في مكان يكون ضلمه، زي مثلا درج او تحت رخامه. يفضل تحت الرخامه، لو في مكان كده هوت مظلم يكون افضل بكتير، لانها بتطرى، بتطرى جدا لو تعرضت للضوء، الضوء او النور الطبيعي اللي هو بتاع ربنا. يعني دي مش عايزه نور ولا عايزه، يعني عايزه تحط في مكان ضلمه اهو بالشكل ده كده. واحب اجيب البطاطايه اللي هي الحجم ده، مش بحب الاكبر ولا الاصغر، بتبقى في الصوابع كده حلوه جدا بصراحه. ولما نيجي نقشرها، طبعا المقشره التخريطه تكون مقسوها، يعني مش حته تخينه وحته، عشان لما تيجي تتحمر تتحمر كلها مره واحده، ما تبقاش في حاجه مستويه وحاجه مش مستويه. يعني في حاجات بسيطه كده اهوت، بس المفروض ناخد بالنا منها على قد ما نقدر عشان الحاجه تطلع معانا مظبوطه جدا. فمهما كانت الحاجه سهله، بس نطلعها على اكمل وجه. نقشرها بالشكل ده. طبق البطاطس ده حلو قوي قوي، الاطفال طبعا والكبار بيحبوا البطاطس، ما نقدرش نستغنى عنها، بتنفع جنب اي اكله. يعني البطاطس دي ممكن تعمليها جنب مكرونه، جنب اي اكله مش هتقول لا. بالشكل ده كده ابدا بقى كده على الاطفال بتاعتي دي، خلاص ابعدها. ابدأ بقى على البلانشة، وابدأ على البلانشة على ايديكي زي ما تحبي. انا بخرطها طبعا متساوية كده بالشكل ده. حبيتي بقى تعمليها طول، حبيتي تعمليها عرض، زي ما تحبي. اهم حاجه تكون الصوابع حجم واحد.
مش صباع تخين ولا صباع، في ناس بتحبها تخينة برضو، دي حاجة ترجع لكل حد واللي هو بيحبه. هنخرط كمية البطاطس دي كلها عشان ما اطولش عليكم، وهنرجع مع بعض اهو بالشكل ده. البطاطس بتاعتي بتمر بثلاث مراحل. مرحلة التقطيع لازم يكون التقطيع متساوي وكلها زي بعضها. دي قطعناها خلاص كده متساوية وحلوة قوي، دي هتستوى كلها معايا مع بعض. نيجي بقى للمرحلة التانية اللي هي الغسيل، لازم تتغسل كويس جدا جدا، ما يبقاش فيها ولا نقطة نشا، يعني المية اللي تنزل منها كده تكون زي مية الحنفية بالظبط. كده هضمن ان البطاطس بتاعتي النشا بتاعها نزل ومش هتطرى في القلية. نيجي بقى للمرحلة التانية، طبعا تلج، لازم تتنقع او تحط لها مية يعني بالشكل ده كده. يعني التلج وعليه مية وتتحط فيه البطاطس، هنزل الكمية كلها كده بتاعتي في قلب المية المتلجة. او في حاجة تانية يعني لو مش مستعجلة هتحطي المية عليها وهتيجي حطها في التلاجة، ممكن ساعة نص ساعة على حسب ما تلاقيها تلجت. التتليج بتاع المية ده حلو قوي قوي، هو ده اللي بيخليها مقرمشة وبتطلع معاكي جميلة جدا جدا ومش بتطرى معاكي بعد كده. طبعا رشة خل بسيطة على المية وهسيبها. طبعا في تلج، مكعبات تلج من تحت اهي بالشكل ده. هنا بقى محضرة معايا التوابل، توم بودر، بصل بودر، يعني حوالي ربع معلقة زعتر، طبعا الملح، بابريكا معلقة كبيرة، ربع معلقة فلفل اسود فقط لا غير. هي دي التوابل اللي انا هرشها على البطاطس بتاعتي. انا هسيبها تاخد من التلج شوية كده، التلج، وممكن احطها شوية في التلاجة وهنرجع مع بعض هصفيها ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بتاعتي طبعا طلعتها من التلاجة وهي متلجة جدا. دي المرحلة التالتة اللي قلت لكم عليها. البطاطس بتمر بثلاث مراحل، تقطيعها ان هي تبقى متقطعة كويس جدا، الصوابع متساوية بالشكل ده. المرحلة التانية اللي هي تتغسل كويس جدا جدا. دي المرحلة التالتة اللي انا نشفها من المية، يعني ما يبقاش فيها نقطة مية، البطاطس بتاعتي تكون جافة جدا. عملتيها كويس في الثلاث مراحل دول خلاص هتاخدي بطاطس مقرمشة وجميلة جدا. وفي حاجة برضو احب اقول لكم عليها، البطاطس ممكن تقشري كمية، دي برضو ملحوظة انا ماشية بيها طول عمري، البطاطس تقشري منها كمية وهتحطيها في بولة وعليها مية وعليها قطعة خبز صغيرة، القطعة قد كده، هتقعد معاكي كتير جدا في التلاجة من تحت، ولا هتسود ولا هيتغير لونها ولا هيحصل لها اي حاجة. نشفت البطاطس بتاعتي كده اهي بالشكل ده كده، نشفت خالص ولا نقطة مية فيها. يلا بينا بقى على الزيت، طاسة، وعشان البطاطس تطلع حلوة ومقرمشة معاكي ما تسخنيش الزيت قوي، يعني لو سخنتي الزيت قوي هتبصي تلاقيها اتحرقت معاكي واستوت من بره ومن جوه هتفضل نيه. فيكون الزيت ساخن وزيت غزير كده بالشكل ده، ومش هنزل بكميه كبيره، يعني كده يا دوب الزيت اهو قرب يسخن لاني كنت مولعه ومغطيه النار. المراحل دي طبعا في المطاعم بيعملوا نفس المرحله اللي انا ماشيه بيها دي بالظبط، عشان كده البطاطس في البيت بتلاقيها بطعم، في المطعم بتلاقيها بطعم تاني. وفي حاجة تانية برضو انا ساعات بعملها، يعني دي ممكن تعمليها، معلقة نشا هترشيها وهتقلبيها. دي لو انت البطاطس بتاعتك بتشرب زيت، دي انا واثقة لاني انا شغالة منها، البطاطس بتاعتي دي مش بتشرب زيت خالص اهو. يلا بينا كده سخنت البطاطس، مش هنزل بكمية كبيرة عشان البطاطس بتاعتي تستوى، يعني يا دوب كده ايه حاجات بسيطة، مش احط كل دوت مرة واحدة، لا مش هتبقى حلوة، مش هتستوى كلها مرة واحدة.
هتلاقي حاجة استوت وحاجة لسه البطاطس اللي بتبقى فوق بعضها دي، لا مش بحبها بالشكل ده. هتاكلي احلى بطاطس مقرمشة وجميلة جدا. فاحنا نمشي صح عشان نعمل الحاجة بتبقى زي اللي بناكلوها بره بالظبط، واحسن والله في البيت بتبقى احسن. البطاطس بتاعتي اول ما تبدأ ان هي هلاقيها اصفرت كده وهتبدأ تخش في السوا، ابدأ اقلب فيها. التقليبة دي بتخليها مقرمشة جدا وبتطلع حلوة قوي معاكي، وبتطلع كلها لون واحد. اللي عندهم الحلة اللي هي بتاعت التحمير طبعا يعرفوا الكلام ده كويس، لان الحلة بتاعت القلية فيها زي حاجة كده بتلف اي حاجة بقى بتتقلى فيها، فهي دي اللي بتديها القرمشة. فانشي بقى ايه، ما عندناش الحلة لازم نتصرف. نفضل نقلب في البطاطس كده بالشكل ده لغاية ما تبدأ هتاخد لون معانا، واجي مطلعاها طبعا على مناديل بالشكل ده كده، مناديل مطبخ. بس افضل اقلب، هي التقليبة دي اللي بتديني التحميرة الجميلة اللي بتفضل معايا حلوة قوي وما بتطراش بعد كده. انا حبيت اوريكم النقطة دي لان دي بتديها تحميرة، ما احطش البطاطس واسيبها ابدا. اول ما هتبدأ تخش في السوا كده هفضل اقلب فيها، اجي فيها بالطريقة دي بتفضل معاكي مقرمشة وجميلة جدا. بنفس الطاسة دي هعمل الطاسة التانية للبطاطس اللي فاضلة وهنرجع مع بعض كده. دي الطاسة التانية طبعا احمرت معايا وبقى لونها ذهبي حلو جدا جدا ومقرمشة. خلاص كده شكرا، نطفي على الزيت، طلع مقرمشة وجميلة جدا بالشكل ده كده. كده خلصت البطاطس بتاعتي. نيجي بقى ايه للتتبيله الحلوه اللي هتخلي طعمها حلو قوي قوي، زي اللي بتاكليها في المطعم واحلى طبعا. كده خلاص خلصنا، بس نطفي على الزيت. نيجي بقى هنا، بسم الله، خلاص كده. سامعين القرمشة؟ مشيتي بالثلاث خطوات اللي انا قلت عليها اللي هي التقطيع، الغسيل، تنشيف البطاطس، هتطلع معاكي كده مقرمشة جدا جدا جدا. يلا بقى ايه، نقلب التوابل الحلوة. طبعا توم باودر، بصل باودر، معالق صغيرة، وانا هكتب لكم برضو ايه التوابل بتاعتها كلها. هي البابريكا بس اللي هي بتبقى ايه يعني كمية اكبر شوية، معلقة كبيرة اهو بالشكل الجميل ده كده. نخلط بس المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. نبدأ بقى ايه نرش على البطاطس بتاعتنا بالشكل ده. حبيتي تزودي بابريكا، كل ما زودتي بابريكا كل ما طلعت لونها حلوة قوي قوي اهو بالشكل ده كده، تطلع معاكي حلوة وطعمها حلو. البابريكا اصلا حلوة جدا. حبيتي بقى تحطي شطة، حبيتي تحطي اللي تحب يعني، لو حبيتي تحطي شطة حطي، ما فيهاش اي مشكلة، بتبقى حامية وجميلة جدا. وفي هنا طعم الفلفل والليمون، الشطة والليمون دي برضو جميلة جدا جدا. حبيتي تحطي معاها كاتشب، حبيتي تحطي مستردة، طلبات عيالنا اوامر طبعا، كل اللي هم يحبوه نعمله لهم اهي بالشكل ده كده. طلعونها حلوة قوي قوي ومقرمشة وجميلة جدا. ان شاء الله هتعمليها بالطريقة دي، دي طريقة المطاعم. انا هحط معها كاتشب، نزل الكاتشب كده. اهي بالشكل ده، نقدم معاها الكاتشب كده. حبيتي بقى تعمليها بالشطة والليمون بالبهارات دي جميلة جدا جدا، دي طريقة المطاعم. ان شاء الله تعمليها بالطريقة دي وهتعجبك. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع ألف مليون سلام.